خبر محمد مجدي اللي هو لاعب نادي إنبي وأحمد خالد لاعب نادي طنطا. الخبر ده مؤكد وبنسبة كبيرة جدا. أنا لما بطلع أقول حاجة في كشف المستور يعني حضراتكم الأخبار النهاردة كاتبة أو مش جريدة الأخبار ولكن الأخبار النهاردة المتداولة بتقول إن الأهلي بيفاوض ظهير أيسر طنطا خوفا من رحيل معلول. كابتن حسام البدري حط أحمد خالد الباك ليفت ولاعب نادي طنطا في حسابات النادي الأهلي. أحمد خالد من اللاعبين الجيدين، وأنا الحقيقة قبل ما أعرف أن هناك مفاوضات لنادي طنطا دايما كنت بقول لما حد بيسألني على منتخب مصر يحتاج إيه، أنا بقول لهم مثلا محتاج باك ليفت، لازم نبص على محمد حمدي وعلى أحمد خالد. الاثنين دول اثنين باكات ليفت كويسين جدا، يستطيع الاستفادة منهم منتخبنا الوطني خلال الفترات القادمة. وبالتالي أحمد خالد هو رغبة أولى، خدوا بال حضراتكم الكلام، رغبة أولى للكابتن حسام البدري في الصفقات الصيفية القادمة. أحمد خالد هيمضي على عقود ويتبقى. هل علي معلول هيكمل ولا مش هيكمل؟ لأنه علي في الموسم المقبل من المتوقع أن هو، وبعد كأس العالم من المتوقع أن هو يجي له عروض كتير، ونادي الأهلي لن يستطيع أن يقف أمام هذه العروض الضخمة سواء وهتكون غالبا في أوروبا. وبالتالي كابتن حسام حط أحمد خالد مدافع أيسر نادي طنطا كبديل في حالة علي معلول انتقل إلى أو رحل عن النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية القادمة وبعد كأس العالم وبعد وجود منتخب تونس في كأس العالم. زي ما قلت لحضراتكم برضو امبارح أن أحمد خالد مضى على عقود، أحمد خالد مضى على عقود للنادي الأهلي، ولكن تتبقى بقى موضوع طنطا. هل طنطا هتسيبه بكام؟ هتسيبه ازاي؟ ده اللي هنشوفه خلال الأيام المقبلة. وأنا برجع أؤكد على معلومة امبارح أو على خبرنا امبارح من خلال كشف المستور.